كارطاي ديال جوج كديرها هكا وكتزاد الكارطاي ديال عندك كتهز ديك الثلاثة وكتحطها هنا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى اي واحد ولا اي وحده كتفرج في هذا الفيديو تكون بخير وعلى خير. المهم الخوت، عرفت راسي اني تعطلت عليكم بزاف شي سيمانه دابا هادي ما حتش شي فيديو. المهم الخوت، قبل ما نبداو الفيديو ديالنا اللي اول مره كيتفرج في هذه القناه، ما تنساش تابونا في لاشين، فعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي في الثانيه الاولى، وديروا لايك نوصل الفيديو هذا ان شاء الله الاكبر عدد على لايك. المهم الخوت، جيت باش نقول لكم في هذا الفيديو، بما انني كندير هذا الشيء ديال لي فلوغ رياكسيون تشالنج، قررت باش نزيد واحد الفقره الخوت في لاشين ديالي اللي هي ابقى نمشيو للبنان ونبقاو نقصرو ليا، نبقى نمشيو انا ودازين كاد الكاميرا. كيف ما قلت لكم الخوت، بقى نمشيو انا وصحابي شي واحد يمشي معايا، بقى نقصرو التريكات لبنان، المهم داكشي ديال ماماجيك وكارتان دوك العاب سحريه، بقى نمشيو لبنان نبداو نقصرو ليا، نقولوا لي حنا كنديروا فيديوهات في اليوتيوب، واش اذا كان ممكن نقصر ليك شي تريك. المهم يناقش عندي كيفاش زعما كيفاش انت درت تجبد لك الورقه ديالك، يناقش عليه يحكم عليا ولا ناقش عليه يحكم عليا. المهم هادشي كامل غادي يكون ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. كيف ما قلت لكم لاول مره كيتفرج في هذه القناه، ما تنساش تابونا في لاشين، فعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي في التاليه الاولى، وديروا لايك نوصل هذا الفيديو هذا ان شاء الله الاكبر هذا طالع لايك. المهم لاباج ديالي في الفيسبوك غادي تلقاوها في الديسكريبسيون، دخلوا تابونا فيها كامل لقاوكم تماك، والانستغرام ديالي غادي تلقاوه في الديسكريبسيون كذلك، دخلوا تابونا فيه كاملكم لقاوكم يعني تماك. المهم الخوت، ضروري خاصني نصور الفيديو، واخا شفتوا هذا الفيديو هذا شويه اللي كنديرو في الدار، الفيديو ما مشيتش فيه شي بلاصه باش نوريكم. المهم الظروف ديك البلاصة نكتشفو شحال ديال المناطق تماك ولا شي حاجة. المهم كيف ما شتو قلت لكم درت هاد الفيديو هدا على حساب زعما ما نضغطش عليكم، خاصني نصور شي فيديو باش نلوحو ليكم ضروري، حيت كيف ما قلت لكم كيف ما وعدتكم قلت لكم اودي فيديو في السيمانة خاصني نلوحو، ماشي كي بحال شي واحد كيكون داير قناة على اليوتيوب وبقى يلوح فيديو فيديو فيديو، يجي واحد المرة غادي يحبس وغادي المهم كاع داكشي لي كانوا كيتفرجوا فيه مبقاوش غير مبقاش غير يضرب لي فيو، داكشي داكشي اللي وقع ليا كان في الاول الخوت. كيف ما شفتوا الفيديوهات الاولانيين كيف ما شفتوهم كانوا غادي في واحد الريتم ديالي، في كانوا غادي يطلعوا دابا الفيديو انا وليت كان كنعطلهم لي زابوني، واخا عندي واخا فايت 1000 ابوني ولكن لي في طايحين. المهم هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هدا، وسمحوا لي على الطقطقه تاع الفيديو. المهم الخوت، جيت تاني باش نقول لكم في هذا الفيديو انه الا بغيتوني ندير لكم شي فيديو على المهم كاع داكشي اللي كيتعلق بالرياضه وداكشي ديال المهم هي الماكينه، انا الا كنتو كتشوفوها كاع لي داكشي اللي كيتعلق بالرياضه قولوا عليا في لي كومونتير كاملكم، الا بغيتو ندير لكم فيديو على الشيء هذا. وان شاء الله في رمضان اذا قرب رمضان نبقى نديروا لي بودكاست وداكشي ديال اليوميات مع اسماعيل الريس، او يقدر غادي نبدل السميه ديال لاشين يقدر ندير فيها اسماعيل لا فامي دو بريزيدون. المهم الخوت، هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، نتمنى يعجبكم الصراحه الخوت، مازال ما بقيت مازال ما بغيت نكمل هاد الفيديو هذا، حيت الفيديو خاصني نبقى خاصني على الاقل الفيديو خاصني نلوح تكون فيه ديك 10 دقائق، ما كنبغيش نلوح شي فيديو يكون قصير، حيت كاين اللي كيجي الفيديو قصير ولكن زوين، كاين اللي كيجي الفيديو طويل وغادي معاه زوين تا هو. المهم كيف ما قلت لكم الا بغيتو ندير لكم شي فيديو اليوم شي عنوان، قضيت يوم كامل في المنزل، شي عنوان خذ في لي كومونتير شي عنوان. المهم حصة تدريبية بزيرو ديال زيرو ديال المهم الخوت، هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا، واخا كان واحد شنو نقولو عليه فلوغ ولا نديرو فلوغ. المهم هاد الفيديو هذا نتمنى يعجبكم، وما تنساش تابونو في لاشين وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، مع اي واحد كيف ما كان، مع فاميلتكم، مع اي واحد كيف ما كان. المهم حتى فيديو جديد ان شاء الله فلوغ تشالنج. المهم كيف ما كان، كيف ما قلت لكم قبل ما نمشيو الخوت، عندي لكم واحد شنو نقولها،
وهاد الخدعه وغادي نوريكم كيفاش دير هاد الخدعه. المهم الخوت كتقول اي واحد كيف ما كان كتقول لي ستي اي ورقه ستي مثلا غادي يختار هاد الورقه هادي شحال هادي ثلاثه قلوب احمرين. المهم هي الورقه هي هادي كتقول لي كتقسم تا كارطه على جوج كدير لها هكا وكتهز هاد الكارطه هادي عندك كتهز ديك ثلاثه وكتحطها هنا وكتقول لي واش ديالك هاد الورقه لي ما كيعقل عليها الخوت. هاد الورقه ما كيشوف فيها هو كيعقل عليها انت ما كتشوفش فيها. انا دابا كاميرا كنشوف فيها هنا وانت كدير هاد اللعبه هادي ديال هكا هاد السبعه هذا كتبدا تجرب بها هادي كتبدا تجرب بها الثمانيه هادي كتحطها فوق هنا كتقول لي شتيها مزيان وكتهود هادي كيتسحب لي واش هو باقا كاينه في الفوق فهمتو وكتهز هاديك الفوقانيه كتشيها في الوسط مع كتشيها في الوسط كيتسحب هو واش كاينه وهو كيشوف هنا وما كيشوفش في هاد اليد هادي مع كيشوف هنا انت كتحطها في الماك هكا وهو كيتعجب لي انه كي درتي لها. المهم الى بيتو بزاف ديال التشالنج في هادي اش نقول لك. المهم الى في هاد الفقره هادي ديال الكارطه رامي. المهم الى بيتو ان شاء الله نبقى ندير لكم فيديوهات نبقى نمشي عند الناس في الاماكن اللي كيكون فيهم بزاف تاع الناس مثل شي ساحه تكون المهم شي ساحه كيكون فيها بزاف تاع بنادم ولا في لاكوت في اكادير ولا نكونوا خارجين مع السته في المدرسه ولا نكونوا داخلين مع العشره في المدرسه. المهم قولوا عليا في الكومنتير باش ان شاء الله نبقاو نديروا هاد الفيديوهات هادو ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا واخا طولت عليكم شويه. نتمنى يعجبكم وما تنساوش اللايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم مع اي واحد كيف ما كان. المهم حتى الفيديو جديد ان شاء الله تهلاو. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be